السلام عليكم. ان شاء الله النهارده عاوز معاكم اعمل اليورو كيك بس بشوكولاته الفاتش، يعني هعمل معاكم شوكولاته الفاتش وهفنش منه واحده اوريو كيك. عندنا ان شاء الله رب العالمين باذن الله 250 جرام زيت، 250 جرام ميه، 250 جرام دقيق، 250 جرام سكر، 40 جرام كاكاو، 5 بيضات. عندي محسن كيك باخد حوالي 40 جرام، ممكن ما احطوش خالص بس هو ده يعني بيخلي اللون تبقى هشه شويه. عندي معلقه ونص بيكنج باودر، عندي فانيليا. بناخد دول مع بعض، اول حاجه دول مع بعض بناخدهم على حمام، على يعني بسخنهم بس بدفيهم، بس دول بدفيهم تمام. واجي هنا كل حاجتي بحطها مع بعض، يعني بحط مثلا السكر، بحط البيض، بحط كل الخليط اللي عندي مع بعضه. هقول لي كله مع بعضه ليه يا شيف؟ اقول لك ما انت بتحط المحسن بيفرك كل ده. المحسن بيفور كل اللي احنا بنعمله ده. ما يبقاش محتاج غير الميه في الاخر تبقى دافيه بحطها عليه. كده حطيت كل حاجه اهوت ما عدا ايه؟ ما عدا المحسن. اجي المحسن اهوت بحط حوالي مثلا بتاع 40 جرام اللي هو الجل. كده كله تمام يا جماعه اهوت. بخليه يضرب في المكنه، بعد كده بنزل بايه؟ بالميه ودول لما يبقوا سخنين مع بعض، الزيت والايه؟ الزيت والميه. بعد كده بدخل بعمله في فرن وادخله على درجه حراره 170، بياخد معايا حوالي 35 دقيقه. كده يا جماعه اهوت، كده الفاتش خلاص. افضيه دلوقتي فين؟ كده يا جماعه اهوت. طبعا ما بيملاش الفرن ده، كده كده من فوق بيطلع بره يعني. كده يا جماعه اهوت هخش الفرن درجه حراره 170، بياخد معايا حوالي 35 دقيقه. طبعا بشيك عليه بالخله، بالخله كده بشيك عليه. كده يا جماعه عندي 100 جرام، 100 جرام شيري، بحط معاهم 5 جرام جيلاتينه. الجيلاتين 5 جرام دي بديها 15 جرام ميه، يعني دي بديها مثلا 15 جرام ميه مع 100 جرام اللي هو الايه اللي هو الشيري. الشيري نفس الكلام برضه في الكراميل، برضه 100 جرام كراميل بعمل لها ايه؟ بعمل لها 5 جرام، 5 جرام جيلاتينه مع 15 جرام ميه، وتطلع في الاخر معايا، تطلع في الاخر معايا زي دي كده. ده اسمه كوليه، ده اسمه كوليه. بحطه في النص الحشو بتاعي، يعني في نص التورتايه ده. برضه عامل واحد تاني اللي هو ايه؟ اللي هو الكراميل اهو. حاطين شويه سوريان صغيرين. كده يا جماعه ايه؟ بعد ما طلعت معايا من الفرن اهيت، وراح جاي دلوقتي كده راح مفتحها على ثلاثه. اخد الوش اهو. شوف شكلها عامل ازاي؟ وراح جاي اعملها ايه؟ على ثلاث احجام اللي انا الحجم اللي انا عايزه. انا عاملها ثلاثه عشان انا ايه؟ اخليها عاليه. ادي كده كوش اهو. ادي اثنين، ادي ثلاثة. بجيب ده كده بحطه تحت في اول راب وحشي عليه. كده يا جماعه عندي كريمه شوكولاته مضروبه، بديها شويه اوريو عادي، بس انا ايه خدت منه الكريمه حطيتها هنا مع الكريمه اللي عندي وشويه اوريو، بحطهم كده واقلب ده واحشي بيه. كده يا جماعه اهوت عندي كيس بلاستيك بتاع حلواني او بالمعلقه او بالسباتول بحشي بيها. يعني ممكن احشي بثلاث طرق، ممكن احشي بمعلقه، ممكن احشي بالسباتول، ممكن احشي بالكيس زي ما بحشي كده. ده كده معايا جاهز، بروح جاي اعمل كده اهوت. ماشي، بحط هنا بقى الكوليه اللي انا عامله. الكوليه مثلا هحط مثلا الاستروبري زي ما هحطها كده، احطه في النص هنا اهوت، واقفل حواليه زي ما انا بقفل كده تمام. ممكن ادي برضه طبقه كده اهو خفيفه كده عشان تلزم معايا فين الطبقه اللي بعد كده. كده يا جماعه الكوش اللي بعده نفس الكلام برضه اهوت، البسه كويس قوي كده نفس الطريقه برضه تاني اهوت.
اروح جاي اعمل بنفس الكريمه بتاعتي. قلت برضو لو ما عنديش حلواني ممكن بالمعلقه، لو عندي سباتول مثلا او سكليبر نفس الطريقه اهو، واحطه في النص هنا بقى ايه اللي هو الكراميل كده يا جماعه. ده كله ايه الكراميل كده، حطيت الكراميل اهو بتاعي، هي التورته هتبقى عاليه مش هتبقى واطيه يعني. برضو هدي كريمه تاني تحتي بعد كده بدي الكوش اللي هو اللي فاضل معايا اهو الاخر كده. التورته بتاعتي محشيه وزي الفل، بدوس عليها دوسه خفيفه كده، بعد كده ارجع بعد كده ايه ابطسها من الجناب وافنشها ان شاء الله معاكم كده يا جماعه. هي بعد ما خلصتها كده هي جاهزه معايا، وانا جاي حاططها على ايه؟ على الطبق اللي عندي. وارجع بقى كده افنشها بقى ايه؟ زي ما انا عايز. كده يا جماعه بقى كده هعمل الكوريه بتاعي. الكوريه بتاعي اهو، بروح انزل كده. كده يا جماعه اهوت برضه حطيت برضه ايه شوكه منور من فوق، وبرضه شوكه منور موجوده عندي على القناه يعني. العاوز المقادير بتاع شوكه منور دي موجوده على القناه، وحط القناه بتاعه ان شاء الله تحت ايه صندوق الوصف. كده تمام معايا التورتاية، بقدر اعمل روزيتا الكريمه. برضه بتاعتكم انتوا ممكن تكبروا الروزيتا تصغروا الروزيتا دي تبقى بتاعتكم انتوا يعني. كده يا جماعه بقى كده كريز عادي خالص، بحط شويه سكر خشن معاه بيدينه منظر الجميل بتاعه ده. بعد كده يا جماعه الاوريو زي ما بحطه كده بالطريقه بتاعتي ديت، بالطريقه الجميله بتاعت شيف نجاح. كده يا جماعه اهو عندي شويه سكر زي كده ممكن احطهم من تحت، ممكن اخليها زي ما هي. الحاجات دي كلها ايه بتاعت اللي بيفنش. انا يعني بقول على البيزك وعلى الخطوه، وانتوا بعد كده تبقى سهل ايه سهل انتوا تفنشوا يعني. كده عملنا معاكم التورتايه من الالف للياء، حاجه بصوا حاجه زي الفل. ولو هحاول دلوقتي اشد شويه ان شاء الله واقطعها واوريكم ان شاء الله من جوه عامله ازاي، حاجه فوق محترمه قوي. كده يا جماعه اهي احنا كده يا جماعه ايه الحشو اهو احنا قلنا عليه اللي هو الكراميل والكريول والستروبر تحت حاجه يعني. بعد كده مفيش اهي، هحطها حتى من بره هنا. كده يا جماعه ايه عملنا معاكم شكل الفاج بتاع التورتيه دي بتاع اللي هي البسكوت الاوريو. حطينا 250 جرام زيت، 250 جرام ميه، 250 جرام دقيق، 250 جرام سكر، حطينا 40 جرام كاكاو. المفروض نحط 70 جرام بس اللي هي الكاكاو كان مقصر معانا شويه. حطينا 5 بيضات، حطينا 40 جرام محسن، معلقه بيكنج باودر، وحطينا الفانيليا. طبعا الكوليه زي ما احنا شفنا الكوليه اهو، كل الملمسه الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض، كل الكراميل مع كل الاستروبري، والفينش بتاعكم انتوا يعني. الفينش ده بتبقى ايه راجع لكم انتوا يعني. دخلنا درجه الحراره بتاعتنا، درجه الحراره كانت 170، خد معانا 35 دقيقه. والفينش برضو هقول تاني امكانيات يعني، ممكن تحطوا اكتر من كده كمان، ممكن تقلوا زي ما انتوا عايزين، بس احنا بنقول على البيزك على الفكره نفسها. وتحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.